مساء الخير، مساء الورد لكل مشاهدينا الأحبة، والتغطية لثالث أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بألف ألف خير، يا ربي ينعاد علينا كل الأعياد والمناسبات بألف خير وصحة وسلام وأمان. راح نكون وياكم على مدى ساعة ونصف في هذه التغطية، من إعداد الزميل والصديق العزيز صباح الجاف، ومن تقديمي ومن إخراج علي البحري. تحياتنا لكل مشاهدينا الأحبة، وعيدكم بالبيت رغم أنه طبعاً إن شاء الله الحظر أو صار بشكل جزئي، لكن نتمنى أنه حتى وأنتوا يسمح لكم أنه تطلعون وتهنون بعضكم. نتمنى التباعد الاجتماعي، نتمنى كل إجراءات الوقاية من هذا الفيروس أنه نتبعها، اللي هي الكمامات والتعقيم، وأهم شيء التباعد الاجتماعي. تحياتنا لكل مشاهدينا الأحبة اللي انضموا لنا الآن على قناة الفلوجة الفضائية بصفحتها على الفيسبوك. قائد حسن الشمري، كل عام وأنتم بألف خير، شكرا يا قائد، تحياتنا إليك. تحياتنا لكل اللي دي يشوفونا الآن من شاشة قناة الفلوجة الفضائية، بإمكانكم تتصلون على أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة، وتقدمون تهانيكم لكل أصدقائكم ومعارفكم وأهلكم، خاصة البعيدين عنكم، تحياتنا أكيد للجميع. أيضا عباس سهيل الربيعي، أجمل مساء، أجمل مساء أكيد وياكم، تحياتنا لك يا أخ عباس، وتحياتنا لكل مشاهدينا الأحبة، بانتظار اتصالاتكم وبانتظار أيضا تعليقاتكم حول عيد الفطر المبارك. وملكة التواضع تقول كل عام وأنتي بألف خير وصحة وسلامة يا رب منورة، تسلمين يا ملكة التواضع، شكرا جزيلا. ريان اللهيبي يقول كل عام وأنتم بخير، تسلم يا ريان، تحياتنا إليك وأنت والعائلة بألف ألف خير يا رب. تحياتنا للجميع، ومباشرة خلينا ننتقل لاستقبال العيد من خلال المواطنين وتهانيهم. بأي محافظة نبدي؟ بأي محافظة بالبداية؟ أوكي، من مذاكرين يا محافظة؟ ماشي، مذاكرين يا محافظة، تمام. خلينا نشاهد تهاني المواطنين، وإحنا سنعرف أكيد تهاني العيد الخاصة بمواطنينا الأحبة من أي محافظة من خلال هذا الفيديو. أكيد بحب أهنئ الشعب العراقي والشعب السوري كمان، اخواتنا العراقيين يعني كثير مفضلين علينا صراحه، واحلى ناس، وان شاء الله يا رب ان شاء الله في يوم من الايام نرجع على سوريا ونشوفكم هناك عندنا في سوريا. اول شيء ارحب بالقناه الفلوجه، ارحبهم في الكردستان، في بلدهم، بلدهم ثاني العراق، كرد سماكو فرق، واهني شعب العراق جميعا والكردستان خاصه بمناسبه قريب الحلول عيد شهر مبارك، عيد الفطر المبارك، وأهنيهم جميعا بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأهني الشعب الكردستاني والشعب العراقي عامة، ماكو فرق بين الكرد والعرب، احنا سوا في العراق شعب واحد. نسأل الله عز وجل في هذه الأيام المباركات وفي نهاية الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، وبقدوم عيد الفطر المبارك على الأمة الإسلامية، أن يديم على الأمة الإسلامية الأمن والأمان، وأن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يجعل في بلادنا الأمن والأمان. والله أحب أقول كل عام والشعب العراقي بخير، وإن شاء الله موفقية للجميع، وينعاد عليهم بالخير والستر والعافية يا ربي، وإن شاء الله تزيح هاي الغمة عن هاي الأمة يا ربي، ورمضان كريم على الجميع. والله أتمنى شعب العراق يرتاح ويشافي كل مريض ويبعد عندنا هذا الوباء إن شاء الله يا ربي. والله بداية كل عام وأنتم بخير، نسأل الله عز وجل أن يعود علينا بالأمن والأمان، وأن ترفع عنا هذه الجائحة وهذه الأمراض، وأن يعم السلام إن شاء الله في جميع أرجاء العراق. طبعا أقدم التهاني حقيقة بالبداية إلى الوالدين، الوالد والوالدة، وإلى أخوتي وأهلي جميعا، وكذلك أصدقائي والكادر التدريسي اللي معنا في الكلية، ولجميع الناس وجميع العراقيين عامة، نسأل الله عز وجل أن يعيد عليهم إن شاء الله وهم بصحة وخير تمام كامل إن شاء الله تعالى.
كل عام وانتم بألف خير، ويا ربي عيد فطر مبارك عليكم على الأمة الإسلامية وعلى العراق وشعب العراق بالخير والفرح والسعادة يا ربي. الفنان خالد العراقي. يعني انت واحد يكون انسان الناس تحبه، يقدم الخير، اتمنى الخير لكل قريب والبعيد، ويا رب ان شاء الله القادم كله خير وفرح وسعاده يا حبيب قلبي. السلام عليكم، وياكم الفنانه هدى السنفوره. نقول للشعب العراقي كل عام وانتم بألف مليون خير، ويا ربي يوفقنا ويوفق هذا الشعب العراقي ويزيد الهمة عن الغمة يا ربي، ويفرح شعبنا، وان شاء الله هذا العيد خير وسعادة لشعبنا العراقي من زاخر للفاو ومن الفاو للزاخر. زين اكيد بهني كل شعب اربيل وعلى الناس الحلوة والطيبة اكيد، وامنياتي انه يعم السلام بكل الناس يعني وكل الدول اللي فيها حرب واللي فيها غير حرب طبعا. تحياتنا لكل مشاهدينا الاحباء، نتمنى انه يعم الامن والسلام كل الوطن العربي وكل العالم اللي بعضه يعاني من العنف، نتمنى أنه ينتهي أو تنتهي كل مظاهر العنف إن شاء الله في بلادنا. أحبتي تحياتنا للجميع وأنتظر اتصالاتكم، وبلشنا بالتهاني بأربيل. تحياتنا لكل أهلنا بأربيل، كل عام وأنتم بألف ألف خير. أنتظر الآن تحياتكم على أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة، قدموا تحياتكم وتهانيكم بمناسبة عيد الفطر المبارك. بين ما أقرأ التعليقات الكثيرة صارت ويانا، رشا الحسناوي: حياتي مراوي منورة، عيدش مبارك، تسلمين يا رشاوي. عباس سهيل الرباعي: إن شاء الله تنزاح جميع الهموم عن الشعب العراقي الغالي، آمين يا رب. شكرا يا عباس. خالد فتحي: كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، شكرا. حسين البصراوي: منورة وردة، اليوم آخر حلقة، لولا آخر حلقة، تحياتنا إليك. اسمه والله تعبت، ليش يعني والله تعبت؟ يعني غير الاسم الخاص بيك، ليش والله تعبت؟ كل عام والفلوجة بألف خير، شكرا جزيلا لك يا وردة. عباس سهيل الرباعي: مروش العلم، شكرا جزيلا. أناقة الطالبة تقول: كل عام وأنتم بخير، شكرا. عباس سهيل الرباعي: باكر أكو حلقة. لا. سعد منصور: ماكو سؤال بعيدية فدوى، أريد أفوز، أبي أفوز وأخذ جائزة. كل عام وأنتم بخير يا وجوه الخير. تحياتنا للزميل والصديق الإعلامي سعد منصور، كل عام وأنت بألف ألف خير يا وردة. وماكو حزور، على أساس يعني أنت حليت كل الحزازير اللي موجودة عندنا برمضان. ضياء: كل عام وأنتم بألف خير، صحة وسلامة، شكرا جزيلا يا ضياء. ويانا وضاح من كركوك، أهلا يا وضاح. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير، وانت بألف خير، وانت بخير ان شاء الله، وانت بألف خير يا وردة. تسلم يا وضاح، ان شاء الله عيدكم مبارك. شكرا جزيلا على الجميع. والشيخ خميس الخنجر ان شاء الله عيده مبارك. شكرا. نعم، بس عندي مناشده الشيخ خميس الخنجر، يصير اقول لك هذا وما يصير؟ هو احنا عيد والمفروض ما يصير، بس بعد ما دام اتصلت خلاص، بس راح تفتح لنا باب. تفضل. هذا عيد، عيد اريد اسمع صوتي. تفضل. بارك الله فيك. انا من اهل الحويجه، حالتي تعبانه حيل واريده يساعدني ويدحج لي وعندي مريض. نعم. اي والله يعني هذا العيد عيديه للجهال، ما الله يشفي للجهال، ما اشتريت. الله يشفي مريضك ان شاء الله يا رب، والصحه والسلامه نتمناه له. تحياتنا لك يا وضاح، ومناشدتك ان شاء الله توصل للشيخ خميس الخنجر. شكرا جزيلا لحضرتك، تحياتنا لك. بما انه احنا بدنا نتكلم عن هالموضوع، اكو متصله باول حلقه رادت تتكلم مع الفنان قاسم سلطان. اتمنى انه تتصل، ليال اسمها ليال. اتمنى يا ليال اذا تشاهدينا تتصلين حتى ناخذ الرقم ونبعثه للفنان الاستاذ قاسم سلطان. تحياتنا لك يا ليال. ايضا ويانا حمزه حسن: كل عام وانتم بالف خير. فيصل طلب: تحياتنا. ويانا عبد الله: اهلا يا عبد الله، تحياتنا لكل اهلنا بصلاح الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير والعراق بخير. الله يخليك. الانبار بخير، العامه العراق بخير ان شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا، تسلم لي. تسلم لي.
تحياتي لكم وهذه الطلاسة الطيبة ولكل عمامنا وعشائرنا بالأنبار وبروانة وبحديثة وبالرمادي وبصلاح الدين وبصلاح العلم. تحياتنا لهم أكيد. والله يحمي العراق ويفتح العراق وسحب العراق وحكومة العراق إن شاء الله ويفرج على كل مهموم والأمن والأمان إن شاء الله. تحياتنا لك يا عبد الله، ربي يحمي الشعب العراقي والشعب العربي آمين، وكل وطننا العربي أكيد. تحياتنا لك يا عبد الله، شكرا جزيلا. سيد علي، عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بألف ألف خير، عيد سعيد. شكرا جزيلا يا سيد علي. محمد خالد الخالد، كل عام وأنتم بخير، شكرا جزيلا محمد. سالم العراقي، كل عام وأنتم بألف خير، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة يا رب العالمين، شكرا. رنا عباس، مساء الخير والعافية قلبي مراوي منورة يا وردة، تسلمين يا رنوش. إسلام، تحياتنا للزميل والصديق الأخ إسلام المشهداني، كل عام وأنتم رمز الإبداع والتألق، تحياتي لك ست مروة ولجميع كادر القناة المميز، شكرا جزيلا لك يا وردة. حمودي الجنرال، كل عام وأنت بألف خير والصحة وسلامة، شكرا. تحياتنا يا ملكة التواضع، من ضيف الحلقة اليوم أنتوا الضيوف. تحياتنا يا وردة. أيضا عباس سهيل الربيعي، من تضريتش بظهرية، أكيد راح أكون وياكم بظهرية يوم الجمعة إن شاء الله ساعة 2. أيضا باقر الشمري، كل عام وأنت بخير، شكرا جزيلا. حمودي الجنرال، كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة يا رب، شكرا جزيلا. حسين البصراوي، حرامات الحلقة الأخيرة، ما يخالف راح أطلع عليكم كل جمعة الساعة 2 بظهرية. سالم العراقي، كل عام وأنتم بألف خير، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة يا رب العالمين. حمود الجنرال، كل عام وأنتم بخير. محمد الخالد، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة. أيضا حسين البصراوي، عادي باكر لازم هم أكو حلقة. تحياتنا إليك يا حسين. والله حسين إذا تبقى عليك فأنت ما دام تشوف هذه الحلقة وتشوفها بالإعادة فأنت تريد كل يوم عيد وكل يوم حلقة. سالم العراقي، الله منوره ست مروة، شكرا جزيلا أخ سالم، تحياتي إليك. ريان الليهيبي، ست مروة راح يكون عندنا معرض فني لتلاميذ الفتوة، ريد تغطية المعرض، تحياتنا إليك يا ريان. بأي محافظة؟ يا ريت تقول لي بأي محافظة وبأي يوم، تبعث لي على يعني صفحتي على الفيسبوك. أحمد العراقي، الفنان أحمد إسماعيل منورة، شكرا جزيلا للفنان أحمد إسماعيل، مساء الخير مساء الأنوار. عباس ويانا، أهلا يا عباس. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أياكم سائل السمروة، وأيامك كل عام وأنت بألف خير. شلونك؟ أنا بخير، تسلم لي. أنا بخير الحمد لله، تسلم يا عباس. إن شاء الله، مشتاق لك هواية. الله يخليك، تسلم لي. والله المتنبي خالي بدوني. الله، شارع المتنبي. تحياتي لك يا عباس. طبعا بسبب يعني اجراءات الوقايه وسبب فيروس كورونا صار قليل الناس تروح لشارع المتنبي. ان شاء الله تروح كورونا ويرجع المتنبي مثل ما كان. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ترجع الحياه الطبيعيه ان شاء الله. نعم عباس، لمن حاب توجه تحياتك؟ كل الشعب العراقي. نعم، شكرا جزيلا لك يا عباس، تحياتنا لحضرتك. ويانا علي، انقطع الاتصال ويا علي، تحياتنا لك يا علي. ريان اللي هيبي، تمام، تحياتنا لك يا ريان. ابو ساره، سلامي للكل وانت بخير، تحياتنا لك ابو ساره وكل عام وانت بخير. بس ماكو شبيه لسعاد حسني ابد، كل الناس ممكن يخلق من الشبه 40 صحيح، بس سعاد حسني ما لها شبيه. علي شاكر، كل عام وانت بخير. علي الفلوجة، تحياتنا يا علي. أيضا ضياء المحمدي، كل عام وأنتم بخير بصحة وسلامة يا رب، شكرا يا أخ ضياء. محمود تركي الفلاحي، كل عام وكادر قناة الفلوجة بألف خير، تحياتي لكم، شكرا جزيلا. أيضا يونس عبد الكريم العيساوي، السلام عليكم ست مروة، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة يا رب، شكرا. أيضا بكر العباسي، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة يا رب ست مروة، ربي يحفظك، أحلى شيء من طلعتي برمضان، تحياتي محملة بأطنان الورد والذهب والمسك والعنبر والزعفران، ولكن كل هذني أنت أحلى وأغلى والله منهن، ربي حفظك. شكرا جزيلا أخ بكر العباسي، تحياتي لحضرتك على كلماتك الجميلة. محمود تركي الفلاحي، كل عام والشعب العراقي بألف خير. حسين البصراوي، شيجي بالجمعة واصبر شلون. تحياتنا لك يا أخ حسين.
محمد القلعاوي كل عام وانت بالف خير، شكرا جزيلا. احمد العراقي الاستاذ اسماعيل فلاحي كل عام وانت بالف خير، وانت بالف خير شكرا. ملكة التواضع بليز استضافي مشترك عراق ايدل غسان بريسم بليز. ان شاء الله ملكة التواضع غسان بريسم راح يكون ويانا، اتمنى يكون ويانا بظهرية، يعني الان صعب لكن ببرنامج ظهرية اتمنى يكون ويانا. رجع يمكن علي. الو، اهلا يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شلونك علي؟ شلونك؟ انت بخير وانت بالف خير يا رب. سلام على الشعب العراقي. تحياتنا لك ولكل اهلنا ببابل. تفضل علي. اي علي، المن تقدم تحياتك؟ هم انقطع ويا علي، اتصالات شويه مو زينه يمكن ببابل شنو. تحياتنا لك يا علي، عاود الاتصال مره اخرى وقدم تحياتك. ايضا خالد فتحي منور الشاشه يا فراشه، تسلم يا خالد فتحي. عباس سهيل الرباعي، ربي ينصر العراق على الاعداء امين. ويانا صدام من الموصل، اهلا يا صدام. الو، كل عام وانتم بخير. وانت بالف الف خير، تحياتنا لحضرتك. ينعاد علينا وعليكم وعلى كل شعب العراقي. تسلم لي يا رب، شكرا جزيلا. نصي لي صوت التلفزيون. كل مناطق صلاح الدين وكل محافظات العراق. نعم. وانا بس حبيت اسلم. شكرا جزيلا لك يا صدام، تحياتنا لكل اهلنا بالموصل ولعائلتك الكريمة وكل عام وانت بألف خير. ايضا موفق عبد الله، تحياتي لك يا محمد القلعاوي كل عام وانت بألف خير. ايضا ابو سارة خفة دم سعاد حسني، والله تسلم يا ابو سارة. محامية العبادي كل عام وانت بألف خير، يا رب الصحة والسلامة، تحياتي إليش منورة، شكرا يا محامية العبادي. ايضا ضياء المحمدي، تريد تشارك شلون؟ ارقام هواتفنا موجودة اسفل الشاشة، يعني اتمنى انه تشارك اكيد وتقدم تحياتك. احمد العراقي، حلقه روعه شكرا. وائل اسماعيل القيسي، مروه كل عام وانت بالف خير، وبصرتنا بخير وعراقنا الحبيب بالف خير، تحياتنا يا وائل شكرا جزيلا. ايضا تحياتي اللي يجمع المشاهدين، نرفع لك القبعه. عباس سهيل الرباعي، تحياتنا لك شكرا. ايضا ملكه التواضع، شو وقت تجي الجمعه وتستضافي؟ انتظرش حبيبتي، انا ما اقول الجمعه، ممكن اكيد راح نتواصل وياه وبعد ما نحصل موافقه من عنده راح يكون ضيفنا ان شاء الله، يعني مو شرط انه يكون يوم الجمعه المقبله، ممكن بحلقات برنامج ظهريه. ايضا يونس عبد الكريم العساوي، ست وين راح البير واسراء اللي دمرت الناس؟ ليش خطيه؟ ليش تحجون على اسراء؟ بالعكس. اسراء كانت حزوراتها كلش حلوه، وحتى احنا يعني ما خلينا الحلقه تفوت اذا مو شخص يفوز، يعني اذا ما جاوبتوا على الحزوره كانت عندنا قرعه ولابد ان تفوزون بجائزه. ايضا حسين البصراوي، ممكن مشهد إليك مثل مشاهد تيك توك الان؟ لا طبعا حسين، تحياتنا إليك. احمد العراقي، باكر هم اكو حلقه للاسف. لا. موفق عبد الله، السلام عليكم كل عام وانت بالف خير، واني بخير وعراقنا الحبيب الف خير، صحه وسلامه، حياتنا يا وائل شكرا جزيلا. ان شاء الله يجمع المشاهدين، تحياتي لك شكرا. ايضا ملكه التواضع، تحياتنا للجميع. موفق عبد الله، شكرا جزيلا. مشاهدينا متواصلين معكم احبتي، وشاهدنا تحيات وتهاني المواطنين في اربيل. ناخذ احمد من الدياله وبعدين ننتقل حتى اغنيه، نشوف اوكي اغنيه ونهديها للجميع. ناخذ اول شيء احمد. الو، السلام عليكم، ايام سعيده، كل عام وانت بالف خير، تحياتنا لكل اهلنا بدياله. صحه وسلامه، الله يخليك للجميع يا رب. الله يسلمك. نعم احمد، تفضل قدم تحياتك. والله تحياتي لكل الكادر مالتكم وقناتكم، وكل تحياتي لكم والاهل والاصدقاء.
شكرا يا احمد، تحياتنا لك اكيد ولكل اهلنا بدياله، تحياتنا لكل مشاهدينا الاحبه، متواصلين معكم اكيد في برنامجنا عيدكم بالبيت، بس ما ادري ليش اسمياني خليك بالبيت من قد ما اشتهر هذا الهاشتاج الخاص بخليكم بالبيت. تحياتنا لكل مشاهدينا الاحبة، انتظر اتصالاتكم على ارقام هواتفنا الظاهرة اسفل الشاشة، قدموا تهانيكم لكل اهلكم واصدقائكم ومعارفكم، وايضا تعليقاتكم على صفحتنا بالفيسبوك، صفحة قناة الفلوجة الفضائية. صدام البشاري كل عام وانتم بألف خير، ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والسعادة، شكرا جزيلا يا أخ صدام. علي سعدون منورة ست مروة ربي يحفظكم، شكرا جزيلا يا علي. أيضا عبد الهادي السلام عليكم، وعليكم السلام. محمد الخالد تحياتي لقناة الفلوجة بهذا البرنامج الحلو، شكرا لك يا محمد تحياتنا لك. رافد حسن تهنئة، يسرني ويشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أسأل الله العلي القدير أن يعيده علينا وعليكم وعلى أمتنا الإسلامية جميعا باليمن والخير والبركات، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وكل عام وأنتم بألف خير. تحياتنا لحضرتك يا أخ رافد. وائل إسماعيل القيسي أحلى إعلامية عراقية، كل عام وانت بخير أختي مروة، شكرا أخ وائل تحياتنا لحضرتك. يونس عبد الكريم العيساوي، والله مو مجاملة برنامج بيرو حزازير بالنسبة إلي كان أفضل برنامج، تحياتي لك والإسراء والكادر، أتمنى يكون موجود السنة المقبلة. أتمنى أنه يكون السنة المقبلة موجود، وأتمنى أنه ما ننتظر لرمضان يعني، إن شاء الله يكون موجود ويانا أيضا. رافد حسن برنامج راقي وجميل بالتوفيق إن شاء الله، أقدم تحياتي لجنابش الكريم، شكرا جزيلا يا أخ رافد تحياتي لحضرتك. خالد فتحي ست مروة اليوم آخر حلقة إلج، إي آخر حلقة. علي سعدون منورة ست مروة عيد سعيد، شكرا جزيلا. موفق عبدالله السلام عليكم، شلونك؟ والله البيت دمرني، ما شنو مدى أفتهم، إيش رأيكم بالتلفزيون، قاعد أشاهدكم على الموبايل. تحياتنا لك يا موفق. ويانا سلام من ديالة، أهلا يا سلام. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سلام. أيامكم سعيدة إن شاء الله مرة ثانية. وأيامك، أنت اتصلت بينا البارحة صح؟ نعم، أنت بخير. وأنت بألف خير، تحياتنا لك يا سلام. تحياتي لكم من مصر إلى مطور وإلى قناتكم المفضلة. شكرا. لمن قدم تحياتك؟ والله تحياتي إلى الكل. نعم، بلا استثناء، أحسن حتى ما حد يزعل. تحياتي إلى الشعب العراقي. نعم. وأسأل الله أن يشافينا من مرض فيروس كورونا. آمين يا رب. ويشافي جميع مرضى المسلمين. نعم. تحياتنا لك يا سلام، شكرا جزيلا لاتصالك، وتحياتنا لكل أهلنا بديالة المنورين اليوم. أميرة في ظل زوجي تقول كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة، شكرا جزيلا. أحمد ياسين الحسيني تحية إلش ست مروة، شكرا يا أحمد تحياتنا إلك. محمد فريد حقي الدليمي، نطالب من قناتكم الكريمة سنة عبور للصفوف غير المنتهية، أتمنى طلعين تعليقي. تحياتنا إلك يا محمد. حسين حكيم عيد سعيد. أميرة في ظل زوجي تقول منورة مروة حبيبتي، شكرا جزيلا يا وردة. عباس سهيل الرباعي صحة وسلامة. حسين حكيم عيد سعيد. وليد الجبوري كل عام وأنتم بألف خير. أحمد النعيمي كل يوم لا يصل الله فيه هو عيد، عيد سعيد وأنتم الخير لكل عام، تقبل الله صيامكم وقيامكم وبالصحة والسلام والعافية للجميع والرحمة ورضوان والجنان لأمواتكم وشهدائكم وشفاء العاجل لكل الجرحى والمرضى، وبالنصر المؤزر لجيشنا وحشدنا وكل المجاهدين المرابطين، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات والأمن والأمان، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. شكرا يا أخ أحمد تحياتنا لحضرتك. أملي بالله تقول كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، شكرا. وليد الجبوري منورة ست مروة، شكرا جزيلا. موفق عبد الله قناة الفلوجة، عيد سعيد على قناة الفلوجة، تحياتنا يا موفق. ويانا سرمد من ديالة، منورينا أهل ديالة اليوم، أهلا يا سرمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وانت بخير. أيامكم سعيدة. وأيامك يا رب ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. تسلم لي. مناسبة قناتكم الله يحفظكم والله يحفظ كادركم من أصغر موظف لأكبر مخرج. شكرا جزيلا يا سرمد، تسلم لنا. الله يوفقك. الله يخليك. مروة الكريمة، أنت صراحة إنسانة قمة الأخلاق. ربي يخليك. وهذا برنامج مالكم إن شاء الله
يبقى دائما هو فترة العيد وينتهي. إن شاء الله أنا وياكم بظهرية كل جمعة. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. عاد على قوات الأمنية وعلى حشدنا الشعبي. آمين. وعلى جيش الأبيض إن شاء الله. وعلى جميع العراقيين من شماله إلى جنوبه بالخير والصحة والسلام، والله يحفظ جميع العراقيين يا رب جهاد يوم العيد. آمين. تحياتنا لك يا سرمد، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. ويانا اتصال آخر. يونس، أهلا يا يونس، مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت بخير في المروة. وانت بألف خير، تحياتنا لك وكل أهلنا بالفلوجة. تقبل الطاعات إن شاء الله. شكرا جزيلا، تحياتنا لك يا يونس. تحياتي لك وكل الكادر العمل. تسلم، تحياتهم لك. أحب عايد أهلي وناسي. نعم. وكل أهل العراق، اللهم يبعدنا هذا الوضع إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا شكرا يونس، تحياتنا لكل أهلنا بالفلوجة، تحياتنا لك أكيد. أحمد ياسين الحسيني، عيدكم مبارك كل سنة وست مروة بألف خير وصحة وسلامة. تسلم لي يا أحمد ياسين. مصطفى اسماعيل القيسي، أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعاده الله علينا وعليكم بمزيد من البركة والسعادة وجعله بابا واسعا للخير والعطاء، وكل عام وأنتم بخير، عيد مبارك. شكرا جزيلا يا مصطفى. ملكة التواضع، ليش ما شفنا منه هو اللي يقول لا ما موجود؟ والله هو كان المفروض نهاية شهر رمضان، بس ممكن يكون ويانا بظهرية إن شاء الله حتى تعرفون منه اللي يقول لا ما موجود ببرنامج بيرو حزازير. ذياب سليمان، تحياتنا. خالد فتحي، ست مرواني أحد المعجبين بهذا البرنامج. تسلم يا خالد، تحياتنا إليك. أميرة في ظل زوجي، حبيبتي ست مروة كل عائلتي تسلم عليك، تحياتنا إليك يا وردة، وتحياتنا أكيد لعائلتك وكل عام وهم بألف ألف ألف خير يا رب. أيضا محمد الخالد، وداعا يا ست مروة، أتابعك السنة الجاية إن شاء الله. ليش السنة الجاية؟ ليش؟ مو قلت لكم أنا موجودة وياكم بظهرية، برنامج ظهرية كل جمعة. خلينا نشوف، احنا شفنا تهاني العيد لمواطنينا في أربيل، والآن راح ننتقل إلى العاصمة بغداد. هني الشعب العراقي بعيد الفطر المبارك، ويرفع عنا هاي الغمة ويعود علينا بالسلامة والأمن والأمان إن شاء الله. والله يرفع الغمة عن العراقيين ويرجع العراق مثل قبل إن شاء الله. أول شيء أحب أن يهب مناسبة العيد، وكل عام هم بألف خير، وإن شاء الله يأمن الأمن والأمان على العراق ويزيل هذا الوباء ويرجع العراق مثل قبل وأحسن. عيد مبارك، عيد سعيد على العراقيين ككل، وإن شاء الله يعيد علينا بخير السلامة ويرفع الغمة عن هذه الأمة. إن شاء الله ماكو كورونا بعد، إن شاء الله عيد سعيد على كل العراقيين. أتمنى والله الخير أهم شيء، أتمنى الأمان أهم شيء، أتمنى تنحل هاي المشكلة، مشكلة الكورونا ومشكلة السياسيين، وهاي شريد من العراق. نقدم الملكان والتبريكات من جميع العراقيين وجميع الناس في هذه المناسبة من مجمع الكوخ بهذه المناسبة الطيبة. وش السلام عليكم. وشي نهن قناة فلوجة بمناسبة عيد الفطر المبارك، والكادر طبعا أكيد، وشعب العراق العظيم، وندعي من الله سبحانه وتعالى أن يشيل هاي الغمة عن هاي الأمة. كل عام أنت بخير بانتهاء شهر الفضيل وبداية عيد الفطر المبارك، إن شاء الله يعم السلام والأمان على الشعب العراقي ويكون الطمأنينة للشعب العراقي إن شاء الله، ويسود الجمال بالبلد، وإن شاء الله رب العالمين وخلصنا من هذا الوباء اللي جانا. السلام عليكم. أحب أهني الشعب العراقي بمناسبة العيد السعيد، وإن شاء الله يا ربي العيد القادم يكون أفضل وأحسن للشعب العراقي، ومع رفع هذه الغمة عن هذه الأمة والصحة والسلامة للجميع، ويا ربي يوفقنا ويوفق الجميع ويوفق كل العراقيين، ونتمنى من
يعني من الجميع التعاون مع يعني السلطات الأمنية، مع خصوصا فترة هاي العيد راح يجي حظر، فنتمنى أنه الكل تتعاون درءا لأي خطر وكذلك ضمانا لسلامة المواطنين، وإن شاء الله يا ربي الصحة والسلامة للجميع. مناسبة عيد الفطر المبارك نحب نهنئ الأمة العربية والإسلامية والشعب العراقي العظيم، وكل عام هم بألف خير، وأحب أهنئ عائلتي وأبي وأمي وأولادي، نقول إن شاء الله يا رب الله يحفظكم ويحفظ العراقيين جميعا. والله نتمنى يعم الأمن والأمان زين من شخصية، والله الله يحفظ أولادي وأهلي والدي ووالدتي. تحياتي لكل أهلنا بالعاصمة بغداد وكل عام وأنتم بألف ألف خير. متواصل وياكم مشاهدينا الأحباء بعيدكم بالبيت، وأنتظر اتصالاتكم وتهانيكم على أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة. تحياتنا لك يا زهرة البنفسج منورة، شكرا. أحمد ياسين الحسيني تحياتنا، ست مروة ربي يحفظها، شكرا يا أحمد تحياتنا إليك. سامي العراقي كل عام وانت بخير منورة ست مروة، شكرا جزيلا. وليد الجبوري اكو برنامج ورا العيد ست مروة لو لا ما موجود. تحياتنا يا وليد، اكو برنامج ورا العيد، برنامج ظهرية كل جمعة ان شاء الله الساعة 2 الظهر، تحياتنا لك. اميرة في ظل زوجي انت وردة ربي يحفظك ويخليك، شكرا جزيلا. ايضا حسين حكيم كل عام وانت بخير، شكرا وانت بألف خير. عمر الفهد منورين وكل عام وانتم بخير، شكرا يا عمر. ضياء المحمدي منورة ست مروة كل عام وانت بألف خير وصحة وسلامة يا ربي. آني من الفلوجة أريد أشارك. ضياء شارك، موجودة الأرقام أكيد أسفل الشاشة وبإمكانك أنه تشاركنا. عباس سالم متألقة تسلم لي يا عباس. صباح الدليمي كل عام وانتم بألف خير، شكرا. بسمة الأمل كل عام وانتم بخير، كادر قناة الفلوجة بألف خير وصحة، وأهلي وأقاربي بخير وصحة وسلامة لكل العراق، تحياتنا يا وردة. وائل إسماعيل القيسي سلامي للأستاذ الإعلامي الأستاذ صباح الجاف، مكانه خالي كل عام أستاذ صباح الجاف بألف خير، أحلى إعلاميين اثنين، أحبكم صباح الجاف ومروة المظفر، عيد سعيد وكل عام وانتم بخير. تحياتنا لك يا وائل، وتحياتنا طبعا للأخ والصديق العزيز صباح الجاف. كنت أتمنى يكون وياي بالتغطية، فعلا مكانه خالي، يعني متعودة بالتغطيات لازم يكون هو وياي. تحياتي لصباح. صدام البتشاري منورة الدنيا كلها ست مروة، طبعا تحياتي وتقديري لحضرتك الكريمة وقناة الفلوجة وهذا البرنامج الحلو، كل عام وأنتم بألف خير وسعادة، شكرا جزيلا لك يا صدام. أميرة في ظل زوجي سلامي لكل العاملين في قناة الفلوجة، وسلامي لك يا عمري، سلامي لكم الله يحفظكم يا رب. تحياتنا، كل سنة وأنت طيبة، شكرا جزيلا يا أميرة. أحمد ياسين الحسيني، اللهم أحفظ عراق والجميع المسلمين في كل مكان، تحية للجيش العراقي والحشد الشعبي وقوات الأمن وقوات البيشمركة، كل عام وأنتم بألف خير، عيدكم مبارك، كل عام هم بألف خير أكيد يا أحمد، تحياتنا لحضرتك. رافد حسن، أسأل الله أن يمن عليكم بالصحة والعافية والخير الدائم بحق محمد وآل محمد، أمين، تحياتنا لك يا رافد. وليد الجبوري منورة ست مروة. خالد فتحي ست مروة، ممكن نشوف الشاعرة إسراء، تحياتنا أكيد الإسراء، وشوفوها بصفحتي دائما أنزل صورنا أني وإسراء. أيضا وليد الجبوري دائما مبدعة، دائما تسلم لي، شكرا جزيلا. عباس سهيل رباعي، ممكن قصيدة بصوتك؟ انتظروا ظهرية، ببرنامج ظهرية دائما أكو قصيدة بنهاية البرنامج. عمر الفهد تحياتي الكادر قناة الفلوجة والكل عام وأنتم بخير، شكرا جزيلا. أيضا أميرة في ظل زوجي الله يحفظك يا غالية تسلمين. رائد جبار الذهبي تحياتنا ست مروة، والإعلامي صباح علي الجاف والمخرج، أرسلت فيديوهات أغاني من كلماتي لصفحة القناة، أتمنى عرضها لو أمكن، كل عام وأنتم بألف خير، الشاعر الغنائي رائد جبار الذهبي. تحياتنا لك يا رائد، بعد ما أنتهي من البرنامج راح أدخل على أو يا ريت لو تبعث لي، راح أبعث لك بتعليق، شوف صفحتي ابعث لي الأغاني اللي ذكرتها في سبيل يعني أعرضها على قناة الفلوجة وإن شاء الله نبتها. تحياتنا ويانا ظاهر، أهلا يا ظاهر. ظاهر ألو،
قطع الاتصال ويا ظاهر حسين البصراوي قبل شوية اتصلت طلع شخص. اي اكيد هاي بشير طلع لك. حسين عادي يعني وسديت التليفون بوجهه انت شنو. حسين عادي اكيد مو اني مباشرة راح اطلع لك، راح يطلع لك شخص اعتقد بشير وبعدها يحولك إلي على الهواء. تحياتنا إلك. نسد التليفون بوجه. أميرة في ظل زوجي الله يحفظكم يا رب العالمين، نورتيني مروة، شكرا جزيلا حبيبتي أميرة. وليد الجبوري أريد قصيدة من ست إسراء. تحياتنا لإسراء وطلبات هواية عليك إسراء، يعني خلاص لازم أنه تكونين ويانا بفقرة مثلا تحضريها إلي بالبرنامج بظهرية أو نرجع بيرو حزازير وكيفتش، يعني طلبات هواية. أيضا أميرة في ظل زوجي أولادي سلمون عليك حبايبي، تحياتي لهم وكل عام هم بألف خير وربي يحفظهم إلك يا رب. عباس سهيل الربيعي تحياتنا البشير، تحيات بشير لكم. وعد هلو شكرا. عمر الفهد مبدعون شكرا جزيلا يا عمر، تحياتنا لك. تحياتنا لكل مشاهدينا الأحبة، متواصلين معكم أحبتي في عيدكم بالبيت، ونستقبل اتصالاتكم على أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة، ونكمل قراءة التعليقات على صفحتنا صفحة قناة الفلوجة على الفيسبوك. عباس سهيل الرباعي تحياتي للمخرج وتحيات علي البحري لك يا عباس. أميرة في ظل زوجي حبيبتي فدوى القلب شكرا جزيلا. رائد جبار الذهبي فضائية جميلة وأحلى ما يكون، عطر الورد هي ونور العيون، شكرا جزيلا يا رائد تحياتنا إلك. حسين البصراوي تحياتي إلى بشير سامحني حسبالي الرقم غلط وكل عام وأنت بألف خير ربي يحفظك، تحياتنا إلك يا حسين البصراوي ولا يهمك. أميرة في ظل زوجي فدوى القلب شكرا. الجبوري يتكلم والعالم يتعلم، أوف ايه ده. الله يحفظكم يا رب العالمين، نورتي اختنا مروه شكرا جزيلا لك يا الجبوري. اميره في ظل زوجي علاوي ابني الصغير يسلم عليك، تحياتنا لك يا علاوي شلونك كل عام وانت بخير، ايش قد اخذت عيديه. ايضا رائد جبار الذهبي ست مروه الغاليه تحياتنا. ابو علاء العراقي كل عام وانت بخير. وليد الجبوري عاشت ايدك بحري حلوه الاغنيه. اميره في ظل زوجي تحياتنا. أيضا وعد إجانا العيد أبو علاء العراقي روعة. ومحمد الخالد محمد من الموصل حاب يتصل بيكم يعايدكم. إيه يا محمد اتصل، أرقام هواتفنا ظاهرة أسفل الشاشة. خالد فتحي ست مروة اليوم طالعة وردة شكرا يا خالد. خالد الجميلي ست مروة والله تحياتنا إليك شكرا جزيلا، تحياتي للجميع إليش والكادر شكرا إليك يا أخ خالد الجميلي. ملكة التواضع تحية من الموصل الفنان المبدع صلاح حسن شكرا جزيلا يا ملكة التواضع. وعد شلونكم يابا، الحمد لله يابا. أيضا أميرة في ظل زوجي بنتي رحومة سلم عليك، تحياتنا الرحومة وربي يحفظها. وليد الجبوري عاشت إيدك بحري حلوة الأغنية، تحياتنا أكيد يا وليد وتحيات بحري إليك. طه السامرائي الله يديم الافراح والمناسبات والتهاني والتبريكات على جميع العراقيين، ربي تدوم الافراح ان شاء الله يا رب. اميره في ظل زوجي تقول علاوي يقول 25 حصلت 25000 اي كل الزين عاشت ايدك. تحياتنا العلاوي وتحياتنا لك يا اميره، متواصلين معكم مشاهدينا وانتظر اتصالاتكم على ارقام هواتفنا الظاهره اسفل الشاشه. ويانا الآن احنا شفنا أربيل، تهاني المواطنين بأربيل وتهاني المواطنين ببغداد، والآن رح ننتقل إلى تهاني المواطنين بصلاح الدين، خلينا نشاهد ونرجع. حب نهني العالم الإسلامي وخاصة أهل صلاح الدين، وإن شاء الله يا رب يعيد علينا وعلى أمة محمد العيد أيام مباركة، وإن شاء الله يعود علينا رمضان صحة وعافية يا ربي، وعلى كل الأمم وإن شاء الله بأمان وتتغير الأوضاع الأفضل للأفضل يعني إن شاء الله، ونشوفكم بخير ونشكر القناة والكادر إن شاء الله يا ربي يعم علينا الصحة والأمان يا رب. نهني الشعب العراقي العظيم بحلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء عن هذا عن الشعب العراقي وعن الأمة الإسلامية، وإن شاء الله كل عام والشعب العراقي والقوات الأمنية وإعلامنا البطل بألف ألف خير إن شاء الله. نهني الأمة الإسلامية والشعب العراقي خاصة بحلول عيد المبارك، إن شاء الله يا رب سنة خير وسنة تفاؤل على الشعب العراقي، ونتمنى يا رب يعم الأمن والأمان على جميع الشعب العراقي.
وكل عام والشعب العراقي ان شاء الله بألف خير والعالم الاسلامي ان شاء الله يحل الامن والامان على الشعب العراقي ونرتاح لنا فتره من الزمن لان تعبنا كلش من 2003 لحد الان تعبانين فان شاء الله سنه خير وعيد خير على العراقيين جميعا ووضعنا يهدى وبلدنا يستقر تجينا حكومه عاد تريحنا لان الشعب العراقي كلش تعب لين يستاهل الحياه ان شاء الله عيد خير. بسم الله الرحمن الرحيم نهنئ العالم الاسلامي والشعب العراقي خصوصا صلاح الدين بعيد الفطر المبارك على الامه الاسلاميه الحمد لله والشكر لله اتم علينا الصحه والعافيه ونعمه الاسلام اللي هي جعل عندنا رمضان ورا عيد فطر مبارك الاخوان المسلمين بهذا الاجر العظيم واتمنى ان شاء الله الصحه والسلامه للجميع. بمناسبة حلول شهر العيد الفطر المبارك نهنئ مراجعنا العظام وعلماءنا الكرام بهذه المناسبة ونهنئ العراق بشكل عام ونهنئ محافظة صلاح الدين وقضاء سامراء المقدسة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع البلاء والوباء عن هذا البلد ويرفع الغمة عن هذه الأمة. تحياتنا لكل مشاهدينا الأحبة متواصلين معكم وأكيد في برنامجنا عيدكم بالبيت ونستقبل اتصالاتكم وتهانيكم حول عيد الفطر المبارك لكل أصدقائكم وأهلكم خاصة البعيدين عنكم أرقام هواتفنا أسفل الشاشة. تحياتنا أكيد لكل اللي يعلقون عباس سهيل الربيعي والدتي السلم عليك شكرا جزيلا تحياتنا لها وكل عام وهي بألف خير. نبيل أيامكم سعيدة استمر ولديك لغة جيدة في التقديم خصوصا في لفظ حرف الضاد وطبعا هواية يحجون علي على موضوع الضاد ما يعرفون أنه هي لازم هيش تلفظ يعني رمضان مو رمضان مو رمضان رمضان. تحياتنا لك يا نبيل شكرا جزيلا. وليد الجبوري استمروا وين طلعتي بالعيد وين طلعت بالعيد قاعده هنا بالاستوديو وين طلعت احنا ما نطلع احنا بالعيد ما نطلع نهائيا الاعلاميين طول عمري عايشتها ويا بالاستوديوهات اكيد وهذا الشيء يسعدني طبعا لو بالتلفزيون لو بالاذاعه. تحياتنا لك يا وليد. ايضا رائد جبار الذهبي كل عام والامه العربيه والاسلاميه بالف خير. قناة الفلوجة الغالية عيدكم مبارك شكرا جزيلا. عباس سهيل الربيعي الوالدة سلم عليك تحياتنا للوالدة كل عام وانت بألف خير يوم ربي ينعاد عليك بالصحة والعافية آمين. أميرة في ظل زوجي علاوي يسلم عليك ورحومة من علاوي ورحومة إلش مروة حبيبتي تحياتنا العلاوي ورحومة يا أميرة. العراق العراقي كل عام وانتم بخير شكرا جزيلا. محمد الخالد عندي خالي وعد حابي عايدكم وكل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة يا رب العالمين. تحياتنا أكيد لخالك وعد وكل عام هو بألف خير. الشيخ أنس البدراني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنس كل عام وانت بألف خير. العراق العراقي كل عام وقناة الفلوجة والإعلاميين بألف خير شكرا جزيلا. سيف سعد إسماعيل إبراهيم كل عام وانت بألف خير استمر وشكرا جزيلا يا سيف. خالد الجميلي استمر ويا ريت أغنية أتمنى روحي تصير طيرة وتجيكم تحياتي للجميع إلك والكادر شكرا يا خالد. عمر الفهد تحية من مدينة الرمادي الحبيبة إلى استديوهات الفلوجة وكل عام وأنتم مستمرين بالنجاح بوجودكم يا عمر تحياتنا لك وكل عام وأنت بألف خير. العراقي أطلب أغنية يا رباي الجديدة مو سمعناها قبل شوية العلي جاسم ويانا طاهر أهلا يا طاهر. شلونك فطومة؟ فطومة منو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مشايخ أنتم بخير. أنا مو فاطمة ترى. ها؟ أنا مو فاطمة. ألو. ألو، هلا طاهر، شلونك؟ كل عام وأنت بخير. هلا شلونك؟ الله يخليك تسلم لي. تسلم لي يا طاهر. سلامة. شكرا جزيلا للجميع يا رب الله يجمع العراق ان شاء الله الله يخليك المن تقدم تحياتك الله يسلمك مشكوره مشكوره شكرا جزيلا يا طاهر تحياتنا لك منو فاطمه تحياتنا يا طاهر تحياتنا كل اهلنا بدياله.
أيضا شيخ أنس البدراني السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ أنس. خالد الجميلي ست مروة يا ريت أغنية أتمنى روح تصير طيرة وتجيكم، تحياتي الجميع إلش والكادر. يعني إحنا محضرين أغنيات فصعب يا خالد، تحياتنا إلك. وليد الجبوري ربي يساعدك يا رب. مصطفى اسماعيل القيسي كل عام وانتم بخير، عيد فطر مبارك، تفائلوا بيوم جديد فوالله لن ينقص الله رزقا لكم ولا عمرا وحتما سيرضيكم يومكم طيب. شكرا جزيلا. خالد فتحي شلونك مروه اليوم طلعت قبلين، تسلم يا خالد كلك ذوق. محمد ابو ماجد السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابو ماجد كل عام وانت بخير. حسين البصراوي سلامي الى ياسين البصراوي والى علي عدنان البصراوي وكل عام وهما بالف خير، تحياتنا لك يا حسين وتحياتنا لياسين ولعلي. سيف سعد اسماعيل ابراهيم اطلب اغنيه الكاظم الساهر عيد وحب هاي الليله. سيف تحياتنا لك. شويه تلفزيون يختلف عن الاذاعه، طلباتكم بالاذاعه تكون سهل ممكن انه تسمعون الاغنيات، لكن التلفزيون لازم تكون صوره وصوت. ويانا ضياء من الفلوجه، اهلا يا ضياء. ايام سعيده مره وصحه سلام العايدين وايامك يا رب كل عام وانت بالف خير. موفقين ان شاء الله، تحياتي لقناه الفلوجه. ربي يحفظك يا رب، تحياتنا لك يا ضياء. العام والعراقيين يعني اجمعين ان شاء الله فتر وعافيه وامن وامان. امين يا رب امين. المن تحياتي لابن عمي اللي يطلع الله يبهن ابراهيم مطلق الفرحان اللي ابن عمي تاج راسي. نعم اليوم اسلم عليه واسلم عليكم. نعم تحياتنا لك. انت ما شاء الله ما شاء الله منوره انت والكادر الفلوس. ربي يخليك، هذا من ذوقك، تسلم لي ان شاء الله. امن وامان والعراق من الشمال للجنوب ان شاء الله والكافه العشائر ان شاء الله امن وامان، وعيد اللي يجي ان شاء الله امين وامان. امين يا رب، ربي يسمع منك. انت الفلوجه مو قدامكم، الفلوجه انتم سباقينكم طيبين، وتحياتي لكم الفلوجه واللي يطلع بالمضايف اهلنا ابن عم وتاج راس ابراهيم مطلق فرحان اللي يبي. تحياتي تحياتنا له. بس ما ادري جزء التحيه، اخر جزء التحيه يعني خلاص ابن عمي. الله يحفظك. تحياتنا لك يا ضياء. منوره ما شاء الله، ربي يحفظك. ما شاء الله ضحكتي شهر طيبه. فدوى لقلبك. يا ربي وعيد ان شاء الله وامن وامان ان شاء الله يا ربي. فدوى لقلبك، تسلم لي يا ضياء. شكرا جزيلا، تحياتنا لكل اهلنا بالفلوجه، تحياتنا لك. سيد سعد اسماعيل تحياتنا لك. نبيل نبيل ست مروه لديك لغه رائعه، شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك خصوصا في القصائد وفي لفظ حرف الضاد، تحياتي الاستاذ نبيل من كربلاء. تحياتنا لحضرتك استاذ نبيل ولكل اهلنا الطيبين بكربلاء. ويانا محمد من صلاح الدين، اهلا لن يا محمد كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. اهلا محمد. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير يا ورده، تسلم لي. محمد دا اسمعك. محمد الو الو محمد، انت وين محمد؟ قطع الاتصال ويا محمد. تحياتنا لك، عاود الاتصال مره اخرى يا ورده. امواج البحر كل عام وانتم بالف خير يا رب، شكرا جزيلا امواج البحر. صباح القيسي كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة يا رب. قابل الجبوري أسعد الله أيامكم كل عام وانتم بألف خير وبركة، محباتي وتحياتي للجميع. أميرة في ظل زوجي سلام سلامي، أحب أهنيكم بعيد الفطر. أمواج أو سلاوي يمكن ما أعرف. أمواج البحر كل عام وانتم بألف خير. العراق العراقي أطلب أغنية نور الزين، مو حالفين نظل سوا، ما عندنا طلبات، تحياتنا لكم. مصطفى اسماعيل القيسي مروة ليش مغيرة البرنامج؟ مو ذاك العيد طلعتي أنت وصباح وهانيش علي. والله اتمنى اني وصباح صدق، يعني متعوده انه بالتغطيه لازم ويا العزيز صباح، تحياتنا له. اميره في ظل زوجي حبيبتي ست مروه، تسلمين يا اميره. خلي ننتقل الى فاصل وبعدها نعود. عودة معكم أحبتي بعد الفاصل وبرنامج عيدكم بالبيت، تحياتنا للجميع. وبعدنا نستقبل أكيد اتصالاتكم وتهانيكم بمناسبة عيد الفطر المبارك. أرقام هواتفنا موجودة أكيد أسفل الشاشة، ونستقبل أيضا تعليقاتكم على صفحتنا بقناة الفلوجة الفضائية على الفيسبوك. أيضا محمد سامي كل عام وأنتم بخير، شكرا يا محمد تحياتنا لحضرتك. وحسين البصراوي تحياتي لمروة المظفر ربي يحفظك، شكرا يا أخ حسين. رائد جبار الذهبي بعد إذنك ست مروة أرسلت الأغاني لحضرتك مع ألف تحية يا غالية، شكرا لك يا أخ رائد تحياتنا لك. محمد سامي كل عام وأنت بخير، شكرا يا محمد.
وأميرة تقول أحلى هدية من سالي وعلاوي ورحمة إلك، شكرا جزيلا، تحياتنا سالي وعلاوي ورحمة وربي يحفظهم يا رب. رائد جبار الذهبي كل عام والجميع بألف خير، اللهم أمنا وأمانا وسلامة وخير للجميع، شكرا جزيلا. أميرة آدم يحب يسلم عليك، وعليكم السلام، تحياتنا لآدم. رائد جبار الذهبي برنامج جميل جدا بوجود الغالية مروة المظفر، شكرا جزيلا لك يا وردة يا رائد. نور الأمل كل عام وأنت بألف خير مراوي الغالية، ربي يكون عيد سعيد عليك غاليتي، شكرا جزيلا نور الأمل، كل عام وأنت بألف خير، شكرا. عمر رشيد، عمر رشيد كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة منورة. الشيخ أنس البدراني، برنامج هذا المساء إمتى يطلع؟ إن شاء الله البرنامج هذا المساء مع صباح الجاف راح يكون بعد العيد وياكم. ورود المحبة كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، يا رب يحفظكم ويبعد عنا هذا الوباء، آمين يا ورود. أيضا مصطفى اسماعيل القيسي، أحب عايد خالي الشيخ الخبير الدكتور عادل طالب حمادي القيسي، وأقول له كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة يا رب. وعايد صديق إبراهيم مجبل القيسي، وأقول له كل سنة وأنت طيب. وعايد كل الكادر، كادر قناة الفلوجة، أميرة الله يخليك يا عمري، شكرا. عمر رشيد اليوم منورة والله، شكرا يا عمر. متواصلين معكم أحبتي في برنامجنا عيدكم بالبيت، تحية كبيرة لكل اللي يتابعنا الآن على قناة الفلوجة الفضائية وعلى صفحتنا بالفيسبوك. مشاهدينا بانتظار اتصالاتكم وتهانيكم بمناسبة عيد الفطر المبارك على أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة. تحياتنا أكيد ل عمر رشيد، شكرا جزيلا. ورود المحبة، العائلة تسلم عليك وعلى الكادر، شكرا يا ورود المحبة، وكل عام وأنت والعائلة بألف ألف خير. قاسم محمد العبودي كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة. عزيز الهرموشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مسائك العزيزة مروة، كل عام وأنتم بألف خير، شكرا جزيلا. أميرة علاوي هنيكم بالعيد، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة يا رب. أحمد نعمة، عيد سعيد مروة، شكرا. العراقي العراقي، أطلب أغنية يا رباي الفنان علي جاسم، قبل شوية بتناها يا العراقي، تحياتنا إلك. أميرة، أحلى بوسة من رحمة إلك، شكرا جزيلا، تحياتنا الرحومة. أحمد نعمة، منورة العيد مروة، شكرا يا أحمد، تحياتنا إلك. ومحمود عبد الستار، كل عام وأنتم بألف خير، شكرا جزيلا يا محمود وأنت بألف ألف خير. ورود المحبة، كلش أحبش مروة المظفر، ربي يحفظك ويخليك، شكرا يا ورود المحبة، تحياتي إلك حبيبتي. عمر رشيد، عمر عيد سعيد، تحياتي إلى عمامي وأخويا الملازم محمد بن كركوك، تحياتنا لك يا عمر، وتحياتنا أكيد لأخوك محمد. خالد الجميلي، ست مروة كل عام وأنت بألف خير، ست مروة ابني عبودي حبي هنيك، عيد مبارك عليك وعلى الكادر، تحياتنا لك يا أخ خالد، وتحياتنا لابنك عبودي كل عام هو بألف ألف خير، ويا ربي الصحة والسلامة ويحفظه إن شاء الله. مشاهدينا طبعا ضيفنا اليوم هو من نجوم ومطربي التسعينات، الفنان وليد الهاجري، وبدأ الغناء كأحد أعضاء الكورال في فرقة الفنان باسم العلي، واستطاع أن ينفرد ويصبح رقما صعبا في المنافسة الفنية. الفنان وليد الهاجري أيضا راح يكون ويانا الآن بما تبقى من هذا الوقت من برنامجنا عيدكم بالبيت، كل عام وأنت بألف ألف خير أستاذ وليد، تحياتنا لحضرتك. كل عام وأنت بألف خير ست مروة الغالية الله العزيزة، الله يسلمك ويحفظك وشعبنا العراقي والأمة الإسلامية بألف خير. آمين. وأتمنى لكم إن شاء الله يا ربي الصحة والسلامة ودوام السعادة ودوام الصحة والعافية، وأسأل اللهم ربي أن يكف هذا الوباء والبلاء علينا وعلى أمة محمد وعلى أجمع الناس يا رب. آمين. تحياتنا لك أستاذ وليد، وتحياتنا لكل مشاهدينا الأحبة، بإمكانكم تتصلون على الهواء مباشرة وتتكلمون مع الأستاذ وليد. وبداية أحب أقول لك أستاذ وليد عن العيد، شنو اللي يفتقد الآن وليد الهاجري بعيد الفطر المبارك؟ والله يعني تعرفين احنا دائما كثيرين السفر من خلال أعمالنا وشغلنا، بس اللي نفتقده يعني انه فقدنا ناس اعزاء، سواء كان بهذا الوباء او ما قبل الاحداث اللي مرت بالبلد واللي صارت. وان شاء الله يا ربي، الله اتمنى من رب العالمين ما حد يفقد عزيز، وان شاء الله العيد الجاي هاي الغمه مرفوعه عن الامه يا رب ان شاء الله يا رب. بدايه خلينا ويا الاغنيه، نريد اغنيه تهديها لكل مشاهدينا الاحباب بمناسبه العيد، قبل لا يطلبون من عندك اغاني شجن وحزن، لانه احنا نموت على الشجن.
اي والله هو احنا سبحان الله مكتوب علينا يعني حتى بحفلاتنا يا موال عافيه ليش تبكي؟ اي جاي حفله وتريد تكون سعيد وفرحان مو صحيح طاقات ايجابيه تكون سعيد وفرحان يلا الحمد لله راح اسمعكم مقطع من اغنيتي تقول انا اعذروني يعني قبل شوي قاعد من النوم ولا يهمك الله يخليك فراح نقول أبوسك بالصور كل يوم بعدك ما يمرني النوم وإذا غمض عليك العين أحس العين بيتلوم باسمك سجلت قلبي قيس شقد لعات حبي ما أحس إحنا بد روحي روحك ساكنة بروحي أشوفك قاعد قبالي وانت بعيد يا الغالي تمشي بروحي وبدمي ساكن دوم في بالي أريد عيوني تبكي لك دمع يريد يحكي لك تقل لك مو صبرت هواي صدق ما بطل نوحي تحياتي لكم وهم انا اشوف ما بطل نوحي هي سبحان الله هي هاي احنا يعني هي العراقي نعم جميع اطيافه يعني اذا فنان اذا شاعر اذا صحفي اذا اديب اذا كل شيء يعني اذا حداد اذا نجار اذا ما عنده حزن وما عنده شجن ما يعتبر عراقي هاي من الاخير شلون السكر والضغط نفس الشيء ملازمين اي الله سبحان الله طبعا تحياتنا لكل المشاهدين بامكانكم تتصلون على الهواء مباشره ارقام هواتفنا راح تظهر اسفل الشاشه محمد الشمري كل عام وانت بالف خير شكرا العراقي العراقي اطلب اغنيه أني سماحة لنفسي ثقتي بربي تكفيني عيد سعيد وكل عام وانت بألف خير أميرة سلامي إلى الفنان وليد وأولادي هنو بعيد الفطر المبارك وكل عام وهو بخير انت بألف خير يا وردة أحمد نعمة تحياتنا إليك شكرا جزيلا أريد أسأل أستاذ وليد على موضوع الأغنيات التسعينية إلى حد الآن الأغنيات التسعينية هي ملازمة للجمهور العراقي حتى اللي ما ممكن ما شب على هذه الأغنيات التسعينية بعده يرجع للأغنيات التسعينية وكأنها هي السلطنة لما ندور على السلطنة لما ندور على الجمال والأصالة روح للتسعينات والسبعينيات شنو السر؟ طبعا أنا بالبداية أنا أول ما بديت غنيت عفوا تصحيحا للمعلومة نعم مرة. أنا بالتسعين ما كنت مطرب محترف أها أنا بلشت سنة 96 ضمن فرقة الإنشاد أي نعم ضمن فرقة الإنشاد العراقية نعم وكنت أحد أعضاء فرقة الفنان الكبير أستاذي وحبيبي باسم العلي اللي تعلمت أكيد وهو كل عام هو بألف خير اللي تعلمت من عداني كثير 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 فسنة 2000 أنا يعني احترفت صرت نعم. أطلع حفلات لحالي وحفلات كذا فجيل يسلم جيل صحيح. يعني شلون جيل يسلم يعني السبعين سلم الثمانينات الثمانينات نعم. سلم التسعينات التسعينات سلمت ألفينات بس المشكلة اللي صار بهذا الوقت يعني من بعد الألفين بعد 2003 يعني هي تحديدا يعني أكيد يعني 2000 2001 همنا كأنما تسعينات يعني لل2002 إحنا كنا إذا صح. ما النص الغنائي إذا ما يتقدم للإذاعة والتلفزيون وتقعد عليه لجنة تناقش الأغنية وتوافق عليه وتوافق على اللحن ما ممكن ينطرق أو يطلع بالتلفزيون أو راديو أو بأي مكان هس اللي صاير يعني فت مشكلة يعني مع الأسف صراحة يعني أغنيات ما تصلح تكون بإذاعة ما تصلح تبث بإذاعة وتسمعها الأسرة العراقية الآن ده تبث مع الأسف بالإذاعات العراقية يعني ليش ليش هي ليش هي بس الأغاني ست مروة هي بس الأغاني يعني أنا البارحة ده أشوف برنامج على الفيسبوك يعني ده أقلب وده أشوف يعني أكو فد لقاء طالع يعني مع الأسف شنو هاي الحركات إحنا وين رايحين إحنا وين صرنا معقولة الثقافة هيك رح تصير معقول الفن هيك راح يصير
زين ليش؟ يعني معقولة الرقابة وين؟ يعني أنا ذاك اليوم أول تحية للأستاذ الكبير نقيب الفنانين أستاذ جبار جودي، تحياتنا، إنه رادي تحياتي إذا رادي يتخذ فد إجراء رادي يتخذ فد إجراء بحق، يعني أنا ما أحب أتطرق لأنه ولا يعني بصراحة راح أحكيها ولا يشرفني أن أذكر اسم الشخص المعني اللي داعني أني، لأنه إحنا بيوتنا عراقية أصيلة. ودكتور جبار جودي دائما دا يحاول يعني إلى وقفات كثيرة يعني على هذا الموضوع، يعني ووجه له تحية والعتب هو بألف خير. والعتب على نعم. على الإعلامي أو ما يسمى بإعلامي نعم. أنت بطلع هيك شخصية قبالك وهاي الحركات وهذا اللبس المباح، إحنا بيوت عراقيين أوكي الانفتاح أوكي الفيسبوك أوكي كل شيء وصلنا، بس القيم والمبادئ والأخلاق لازم ما تروح، لازم ما تنسي. هذا في رأيي يعني. يعني أستاذ وليد أنت مع الرقابة تعود من جديد، مع إلى أنه الإذاعة أو التلفزيون ماكو أغنية تبث بالتلفزيون أو الإذاعة إذا ما تكون هناك لجنة عليها موافقة حتى تبث أكيد. للأسرة العراقية يعني ست مروة حتى الإعلام يعني حتى الإعلام أنت الإعلامي من تيجي تستضيف نعم. استضيف لك فنان تاريخه مشرف بصراحة يعني نعم يعني ما يصير هذا الإسفاف، أنت دا توصل الكل بيت عراقي، أنت دا شوفك زوجتك دا شوفك بنتك دا شوفك بتخالتك دا شوفك بتعم حبيبتك يا أخي تتعلم من هاي الناس اللي دا تطلع يا ما كويتي شيء ترى يعني بعدين هاي الأمور بين الإعلاميات وبين الفنانات وبين عيب عبروا هاي المراحل عبروا هاي الأمور. يمكن لهذا السبب أستاذ وليد الهاجري هو بعيد عن السوشيال ميديا لهذا السبب؟ ابدا انا يعني حتى هسه من كانوا بالكنترول ده يطلبوا مني شغلات مدى اعرفها يعني يعني نعم. ما يعني مع الاسف يعني بس هي السوشيال ميديا الان ضروريه لكن سلاح ذو حدين، ممكن انه تكون بطريقه صحيحه، ممكن تثقف الناس وسيله نعم. من وسائل الاتصال المحترمه تكون، فاكيد احنا ما يصير نتركها كلها تماما، احنا بحاجه يعني للسوشيال ميديا. يعني هسه جنابك اذا تشوفين مثلا انا متابع اكثر شيء يعني بصراحه يعني انه الفنانين العرب اصدقائي نعم. يعني شوفي البارح مثلا مسوين يعني على المسلسل هذا مال نسل الاغراب نعم. اذا تشوفين مثلا الممثلين قاعدين وفاتحين لايف وشون يسولفون ويا العالم وشون يسولفون ويا حتى المتلقي اللي فاتح ودي يعني دي يحكي دي يتكلم معاهم بكل ادب وبكل اصول وبكل محبه وبكل تواصل ما اعرف يعني احنا مع الاسف وين رايح العالم والله ما اعرف على العموم تكلمنا عن تجربتك مع العرب، يعني لك اعمال كثيره مع فنانين عرب. اي نعم انا نعم. كان عندي عده اعمال شاركت بها خارج العراق تحديدا في لبنان نعم. عملت فيديو كليب انا والفنان رضا، وعملت ايضا اغنيه لحالي عملت عده حفلات انا والفنان علي الديك، انا والفنان نعم. رضا، انا والفنان حسين الديك، الفنان وديع الشيخ يعني كثير من الفنانين كثير من الفنانات ما يحضرني اسمائهم والحمد لله والشكر. وسافرت ايضا يعني رحت لاوروبا في عده حفلات اكيد يعني نعم. الان المسابقات الخاصه بالغناء شلون تشوفها؟ هل هي ممكن انه تخلق نجوم جدد وتنطيهم الطريق الصحيح للنجومية؟ يعني المسابقات البرامج اللي طلعت الغنائية مثلاً. نعم الغنائية شلون تشوفها؟ والله هل مفيدة للمواهب؟ قطع الاتصال مع الأسف مع الفنان رجع أوكي نعم أستاذ وليد. المسابقات الغنائية اللي دا نشوفها هل هي مفيدة للمواهب؟ هل تمهد لهم الطريق للنجومية؟ والله التحضير يعني اللي صار آخر برنامج يعني ما تابعت منه شيء بسيط يعني عراق آيدول قصدك؟ اي بس نعم. يعني والله ما أقدر يعني. عندك بعض التحفظات عليه اي ما يعني بصراحة ما أكو أصوات جميلة وأكو أصوات رائعة وأكو نعم. أصوات لها مستقبل جميل نعم هو أنا قصدي على الأصوات يعني. عراق آيدول أو سابقا كان عراق ستار إذا متابعه نعم عراق ستار نعم. عراق ستار الفنانين اللي طلعوا من عدة والمطربين حاليا نجوم بالعراق بالوطن العربي نعم. إذن يعني هذه البرامج هي ممكن تفيد المواهب العراقية أكيد طبعا أكيد طبعا إذا توظفت صحيح
بشكل وذا صح. وذا, وذا 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 عطوا كل واحد استحقاقه صح. اها جميل، يعني تشجع هذه البرامج لكن انه بعض التحفظات، انا فهمت عليك. اي نعم. طيب الان بدك تشوف الاغنيه العراقيه، الكثير من المطربين العرب ونجومهم ونجوم عرب بده يغنون الاغنيه العراقيه، برايك من هو صاحب الفضل بانتشار الاغنيه العراقيه بهذه الطريقه؟ السوشيال ميديا، النجوم الشباب؟ والله كل فنان وكل مطرب وصل الاغنيه العراقيه الى خارج العراق الى فضل، ماكو ما بيها فضل للواحد، الفضل لله وحده. هل تعتقد الان الاغنيه العراقيه متسيده؟ أكيد طبعا. نعم متسيدة. نعم. الآن الأغنية العراقية لأنه أكو نجوم هواية أكو نجوم. نعم. ألحان عراقية مو بس يعني فنانين. نعم. وملحنين عراقيين كبار. أيضا خارج العراق دي يشتغلون، وأكو مطربين شباب خارج العراق دي يشتغلون. نعم. والأغنية العراقية واصلة إن شاء الله، بس إن شاء إحنا الله. نطلب من الشباب اللي نعم. هم تريند حاليا أن ينتقي الأغنية يخليها تعيش. أكثر أغنية من الأغنيات الشبابية الآن الجديدة ممكن لاقت اهتمامك أو انجذبت إلها وحبيتها؟ والله أغنية أنا أحب أغنية سيف عامر. أها. تخيل شجرة بيها أوراق. أها. حلوة هاي الأغنية. نسمعها بصوتك؟ والله ما أحافظها بس أحب أسمعاني. المشكلة طيب. عندي مشكلة الأغنية اللي أحبها ما أحفظها، هذا مشكلة يعني. خلي نسمع أغنية يعني على ذوقك، نهديها لكل المشاهدين. أغنية على ذوقي. سلامات. الله. سلامات أبعاد سلامات ويا الرايحي ويا الجاي أبعاد سلامات. سلامات سلامات ريتك سلامات صبح ومساء يا عراق دومك سلامات. ان شاء الله سلامات على الجميع يا رب. استاذ وليد تحياتنا لحضرتك، سعيده جدا باللقاء السريع هذا، يعني كنت اتمنى انه يكون اللقاء مطول لكن اتمنى تعطيني وعد تكون وياي ببرنامجي ظهرية بيوم من الايام ان شاء الله. تشرف وتحياتي لكم وتحياتي الاستاذ صباح. تحياتنا لك والنور غالي وشكرا لكم. شكرا 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 جزيلا استاذ وليد الهاجر، وكل عام وحضرتك والعائله بالف الف خير. شكرا لكل من تابعنا عبر شاشه الفلوجه وايضا عبر صفحتنا على الفيسبوك، كل عام وانتم بالف الف خير. يا رب الصحه والسلامه نتمناها للجميع، يا رب السنه المقبله ان شاء الله او بعيد الاضحى ان شاء الله يكون العالم كله خالي من فيروس كورونا. شكرا لكم والى اللقاء.